أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الموعد الأخباري، ونستهله بالعناوين. في اليوم الأول من مناظرة نوفيام، تراجع إقبال التلاميذ والمطالبة بإجبارية المناظرة. مسار التقاضي بطء في البت في القضايا وتعطيل لمصالح المواطن. رمضان في الأحياء العتيقة، أجواء وعادات تجمع العائلات بروائح الزمن الجميل. انطلقت صباح اليوم بكامل ولاية الجمهورية امتحانات شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني، وتتواصل هذه الاختبارات التي تعرف بالنوفيام إلى غاية الأربعاء 15 جوان 2016، ليكون الإعلان عن النتائج يوم السبت 25 جوان الجاري. ويتقدم هذه السنة أكثر من 32,000 مترشح لامتحانات شهادة ختم التعليم الأساسي العام للتناظر على أكثر من 2000 مقعد بالمعاهد النموذجية، في حين يتقدم 827 مترشحا لامتحانات شهادة ختم التعليم الأساسي التقني. وتسجل دورة 2016 لامتحاني شهادة ختم التعليم الأساسي العام وشهادة ختم التعليم الأساسي التقني تراجعا طفيفا مقارنة بدورة 2015. كانت الأجواء باهية و عديتها بالقدا، والامتحان جاي ساهل والله عديته بالقدا، هو الناس الكل فرحانين خاطر جام العمل، الناس الكل راهم راجعتوا هذا اول محور، الناس الكل سافا سافا. زدنا نجيبوا من 16 الى ما فوق باش نجموا نتعدوا الى نموذج. اليوم نهار غير عادي، معناتها من الصبيح بكري واحنا متحمسين، هي شويه خوف معناتها وشويه تشجيع، معناتها فما شويه تراك لما حاله، ما واحد الولي دوره انه يهدي ولده معناتها وكل شيء يحاول يركحه ويحاول يحضروا نفسيا انه ما يلو كان امتحان عادي كيف وكي بقيه الامتحانات في سنه دراسيه باش يخفف عليه حده التوتر وكل. ولدي عدي 9 سنه وجيت معناتها نتفقد معناتها شو الموضوع وكل معناتها نتبع فيه. الصبغة الاختيارية لامتحان ختم التعليم الأساسي جعل الإقبال على إجرائه ضعيفا. بعض الأساتذة بولاية تطاوين أكدوا على أهميته في المرحلة التعليمية وأجمعوا على ضرورة تحويل صبغته إلى إلزامية. في يومها الأول اختبارات مناظرة ختم التعليم الأساسي لم تشهد إقبالا هاما من قبل تلاميذ سنة التاسعة أساسية بمختلف معتمديات ولاية تطاوين لأسباب متعددة. مناظرة اختيارية ممكن هذا خلى الإقبال يكون ضعيف، لو كانت مناظرة إجبارية اللي هي مستحسن تكون إجبارية ندعو لها لأنها محطة تقييم فعلي للتلميذ. حسب رأيي من واحد من مطالبات على إصلاح التعليم اللي ندعو لها أنها تكون إجبارية. وهذا الإقبال اللي شوف هذا فراه بجهد جهيد، يعني كيفاش أنك تقنع التلميذ أنه يعدي، أنا باعتبار أنا ماهيش معيار نجاح، ماهيش يهتم بها عادة، أو الجمهور من التلاميذ الذين يعني يهتمون بالمناظرة هم اللي عندهم آفاق الدخول إلى المعهد النموذجي. ومع ذلك من أقبل على اجتياز هذه الاختبارات من التلاميذ عدها موعدا هاما للتقييم ومعايشة أجواء الامتحانات الوطنية. دفورات متوسطين حبينا نشوفوا مستوانا اليوم، مستوانا الحقيقي باش كان جانا مخرين شوي نقد مفي يكون أمورنا مريض. نحب نمشي للمدرسة النموذجية باش نقرا غادي مع ناس باهين يعرفوا يقروا. بالنسبه لولايه تطاوين عندنا 433 تلميذ، فيهم 421 من التعليم العمومي موزعين على 6 مراكز، في كل معتمديه عندنا مركز. في ولاية تطاوين وغيرها من ولايات الجمهورية إجماع على أهمية هذه الاختبارات من مختلف مكونات المنظومة التربوية إذا تحولت صبغتها الاختيارية الحالية إلى إجبارية. أمنيا، تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة بالتنسيق مع مصلحتي مكافحة الإرهاب بالقصرين وقبلي من إيقاف 6 عناصر إرهابية خطيرة أصلت منطقة حسي الفريد من ولاية القصرين. وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم أن هذه العناصر تتولى نقل العناصر الإرهابية المتمركزة بجبال القصرين في اتجاه سيدي بوزيد وتأمين تحركاتها باستعمال سيارات ودراجات نارية، كما تعمل على تبويلها لوجستيا وتقديم معلومات حول تحركات الدوريات العسكرية والأمنية بالجهة،
كما أكدت أن الوحدة المذكورة تمكنت كذلك من حجز وسائل النقل التي تم اعتمادها في الغرض، مبينة أن هذه العملية كانت في إطار متابعة عملية أمنية سابقة تمثلت في حجز 4 قطع سلاح بجهة سوق جديد من ولاية دي بوزيد من قبل وحدات إقليم الحرس الوطني بالجهة يوم 9 مايو الماضي. وأشارت إلى أنه تم الاحتفاظ بكافة أفراد المجموعة بعد استشارة النيابة العمومية بالقطب القضائي بالعاصمة. مضى حق وراءه طالب، هذه المقولة لا يمكن تطبيقها في ظل تضاعف عدد القضايا أمام المحاكم بعد الثورة وما يقابله من بطء في حلها، قضايا ركنت في رفوف وأدراج المحاكم لأسباب مختلفة. ملفات مكدسة لم تسعها أدراج المكاتب فوسعتها أدراج مبنى إحدى المحاكم بالعاصمة، هي قضايا مواطنين وضعوا ثقتهم وألقوا حبلهم على العدالة للظفر بحقوق ومصالح عطلت أو استعادة أموال وحريات سلبت فتعطلت قضاياهم نتيجة بطء الفصل فيها، بطء أسبابه متعددة. بعد الثورة حجم يعني الملفات اللي تعهد بها القضايا ارتفع يعني ارتفاع مهول، بحكم انه يعني المواطنين في عهد الاستبداد كانوا يخشوا برشا ويخافوا من رفع يعني قضايا ومن التجاء المحاكم. يبطوا راهو في نزاعات راهي عندها علاقه بمسائل حيويه بالنسبه للتونسي، راه حقوقه ومصالحه وذمته. نقص ميزانية وزارة العدل وارتفاع عدد القضايا مقارنة بعدد القضاة في بعض المحاكم تسبب في تأزم الوضع حسب بعض القضاة. قبل الثورة في 2010 تقريبا كانوا فما تقريبا 4000 قضية في السنة، بعد الثورة العدد هذا الضعف، مقابل أنه عدد القضاة نتاع المحكمة الإدارية في 2010 عنا 100 قاضي تقريبا، في 2016 عنا 130. المثال ميزانية 2016 491 مليار من 29000 مليار ميزانية العامة للدولة، معناها ميزانية وزارة العدل ما تشكلش حتى 2%، 1.6% من الميزانية العامة للدولة. تنجمش أنت تحكي على ظروف عمل في المحاكم وتحسين ظروف عمل في المحاكم وقت الميزانية نتاع وزارة العدل هي ميزانية معناها ميزانية ضئيلة. سرعة البت في الأحكام هي ما ينتظره المتقاضي، غير أن صعوبة ظروف بعض المحاكم على مستوى نقص الإطارات وتدهور البنى التحتية عوائق تزيد الوضع تعقيدا. المواطن معناتها يعدي نهار كامل فهمتني ويكون واقف مع صالحه، معناتها باش يتنقل للمحكمة ويكون صرف يجي من بلاصة بعيدة، ينجم يعدي نهار الكل وما ياخذش الخدمة اللي طالبها نتيجة الازدحام ونتيجة الصف الطويل. 8:30 الصباح أنا والعباد هذي ترفع الكل، والتو هذا مسكر البيرو هذاك مسكر بالمفتاح، ثم هاو قاضي واحد هنا محكمة. من سبتمبر التو إلى يومنا هذا، عامل زوج عمليات أنا. نطلع في الدروج. ونطلع في الدروج واحدة. وضع متأزم لوزارة سيادية اقترحت له جمعية القضاة وبعض المحامين حلولا. هناك عمل على المدى القصير وهو أنه لازم تكون فما مجهودات استثنائية على الأقل تصفية بعض الوضعيات من بخصوص الأحكام اللي عندها 2 و3 ما هي جاهزة، بخصوص القضايا التي يعني لم تفصل استئنافيا أو تعقيبيا، حل على المستوى على المدى المتوسط بتوفير عدد كافي من القضاة وتوفير فضاءات حتى محاكم تليق بالعمل المدى البعيد. هناك كذلك يجب أن يشمل الإصلاح إجراءاتنا المدنية والتجارية والجزائية. تضاعف عدد القضايا بعد الثورة قد يكون مؤشرا جيدا على تطور الحركة القضائية ومقياسا للديمقراطية، غير أن ظروف العمل القضائي لا تسمح بهذا التراكم والتطور القضائي وتتطلب جهودا مضاعفة من سلطة الإشراف لإيجاد حلول جذرية لنهوض بوزارة سيادية في حاجة إلى دعم. إذن التباطؤ في البت في القضايا والأحكام من المشاكل التي لا تقتصر على جهة أو محكمة بعينها، ففي صفاقس تشكو العديد من الدوائر تعطيلا على مستوى البت في القضايا، والسبب الرئيسي يعود إلى نقص الموارد البشرية في سلك القضاة والإداريين. نسق بطيء لعملية التقاضي يقابلها ارتفاع مضطرد في القضايا وعبء الانتظار يتحمله أصحاب الحقوق. لا يعقل أنه معناتها أجير يقوم بالمطالبة متاع الأجر متاعه لمدة معناتها على شهر ولا شهرين ما خلصش فيهم، يلقى روحه يعدي خمسة سنوات
باش يطالب أجور مرة على 5 سنوات، هذا غير معقول. الظاهرة اللي أصبحت تميز العمل القضائي هو البطء في الفصل في القضايا. الفصل مش فقط في إطار القضايا المنشورة اللي توصل فيها بعض القضايا لأكثر من سنتين بالطور الواحد، بل حتى في يعني تحضير الأحكام من تلخيص وإمضاء، حتى أنه ربما يتوصل المواطن بحقوقه. قد ما بطول القضية منشورة لدى القضاء، قد ما فيه تعب للسادة القضاة وللسادة المحامين وللسادة الكتاب وذا المنظومة القضائية الكل، ويولي عنده أثر سلبي كبير على المواطن اللي يقول لك أنا إذا صعيب ياسر باش ناخذ حقوقي. وعلى مكتب أحد القضاة بمحكمة صفاقس من الملفات ما يبرهن على حجم عمل قد يفوق أحيانا طاقته، وقد يتطلب جانب منه طرفا آخر ومزيدا من الوقت قبل البت في القضية. اليوم مثال في محكمة بصفاقس في المادة الجناحية بين شيكات وجناح، عندنا 14,000 قضية، 14,000 قضية يتعهدوا بها 7 قضاة. كذا حتى في القضايا المدنية، في دائرة مدنية واحدة تلقى 2300 ملف في 3 قضاة. ورغم المجهودات اللي بدوها القضاة اللي يخدموا في أيامات راحتهم، اللي يخدموا في الليل، اللي يخدموا خارج التوقيت الإداري، إلا أنه يتعذر عليهم يعني البت في هذا الكم الهائل من القضايا في أجل معقولة، مع نقص الإطار الإداري كذلك. من الأسباب الأخرى كذلك ضعف الإمكانيات البشرية والمادية. رغم أن نحب نقول أنه البت في أجل معقول اللي هو معناتها مبدأ دستوري ومبدأ من مبدأ المحاكمة العادلة، يقابله كذلك مبدأ أن الدولة توفر جميع الإمكانيات المادية والبشرية لتفعيل هذا المبدأ. لتبقي الملفات المتكدسة ونقص الإطار البشري مكاتب المحكمة ضمن وضعية جل الإدارات، إلا أن للعدالة وحقوق الناس هنا ميزة الأولوية المطلقة التي حان الوقت أن تطرق بابها الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة. أعلنت وزارة المالية في بلاغ أصدرته اليوم أن أجور ومنح شهر جوان الجاري بالنسبة للقطاع العام والوظيفة العمومية سيتم صرفها بصفة عادية وغير منقوصة وفي الآجال المعتادة، وذلك خلافا لما تم تداوله في شبكات التواصل الاجتماعي. وبالنسبة للملاحق أو المتأخرات ومنح الساعات الإضافية لأعوان وزارة التربية فسيتم كذلك صرفها قبل موفى شهر جوان 2016. إلى الكاف، حيث يواجه الشباب الذين يعتزمون بعث مشاريع خاصة عديد الإشكاليات، ووزارة الإشراف تؤكد أنها ستعمل على تذليل جميع الصعوبات لأهمية بعث المشاريع في حل الإشكالات التنموية عموما. بالمنطقة الصناعية ودرمل بالكاف، اختار أسامة تركيز مشروعه في تعليب زيت الزيتون المعد للتصدير، مشروعا يوفر عددا من مواطن الشغل وخاصة لأصحاب الشهائد العليا. قمت بالدراسة متاع المشروع ولقات معناها القبول من كافة معناها المدخلين، كالبنوك كشركات الاستثمار. نجاح أسامة في تركيز مشروعه لا يحجب عديد الصعوبات. زيت زيتونة خاضع للمراقبة أثناء التصدير، لازمنا نقوم بجلب المراقب من تونس باش ياخذ العينات، ونقوموا كيف ارجعوا لتونس لتسليم العينات للديوان الوطني للزيت، ومن ثم يوم التصدير يلزم كيف يجي المراقب باش يحضر عمليه معناها وضع معناها زيت الزيتون في الحاويات المعده للتصدير. وهذا يتطلب معناها يومين عمل، معناها خاصه احنا من الباعثين الشبان الجدد معناها معناش معناها الوسائل النقل الامكانيات. وزير التجارة محسن حسن أكد خلال زيارته إلى الجهة العمل على تذليل الصعوبات أمام الباعثين وخاصة الباعثين الشبان، باعتبار أهمية بعث المشاريع في توفير مواطن الشغل والارتقاء بالوضع التنموي بالمناطق الداخلية. واجبنا اليوم التدخل بسرعة لحل حالة جميع المسائل على مستوى التمويل. اليوم القطاع البنكي يجب يقوم بدوره في مجال تمويل المشاريع خاصة في المناطق، مناطق التنمية الجهوية وموجهة للتصدير. أيضا على مستوى يعني المراقبة الفنية عند التصدير، اليوم وزارة التجارة سنعالج مسألة المراقبة الفنية وسنتدخل بسرعة لحل أي إشكاليات تطرأ. تفعيل التمييز الإيجابي ومرافقة الباعثين على المستوى الإداري والمالي شروط كفيلة بدفع الاستثمار وتشجيع الشبان على بعث المشاريع في المناطق الداخلية.
في توزر قام سائق وأصحاب رخص سيارات الأجرة لواج بوقفة احتجاجية ضد ما وصفوه بعدم مراعاة الغرفة الوطنية لأصحاب سيارات الأجرة خصوصيات أصحاب المهنة في ولاية توزر بإقرار منعهم من استغلال نقاط العبور أثناء سفراتهم. نفذ أصحاب سيارات الأجرة بولاية توزر وقفة احتجاجية وأغلقت على أثرها الطريق الرئيسية بوسط المدينة وتعطلت على أثرها حركة المرور. احتجاج أصحاب القطاع يأتي على خلفية القرار الذي اتخذته الغرفة الوطنية للسيارات الأجرة والذي يمنع بموجب أصحاب سيارات الأجرة باستغلال النقاط الممنوحة في رخص الاستغلال. بعض الفصول اللي هي تقصيك تماما من استغلال كامل النقاط في رخصك. أنت عندك رخصة بطاقة استغلال تنص من توزر مثلا تونس أو من توزر السوسة صفاقس نقطة نقطة. القانون المشروع الجديد فيه نقاط أنه يمنعك باش تستغل النقاط المسندة ليك في الرخصة. توزري عنده رخصة على تونس كاك ولا لا؟ يلزمه كي يمشي لتونس ما عندهش الحق باش يعبي قفص. يلزمه يروح لتونس. إذا كان ما يجاش ركاب لتوزر ما لازم يروح فارق. القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد يومين، قرار اعتبره أصحاب القطاع سيؤثر حتما على مردودية الدخل اليومي للعاملين باعتباره لا يراعي خصوصية الجهات. يحبوا يمنعونا عن العمل. عندي رخصة، عندي رخصة فيها نقطة نقطة، عندي الحق باش نستغل كل نقطة يلزمني نستغلها. هذوما يحبوا يمنعوك. يمنعني علاش يمنعني؟ نمشي لتونس نعبي التوزر ديريكت، علاش نعبي تدبر علي انا ونعبي؟ انا عندي نقاط يلزمني نستغلها. القرار هذا معناها ما راعتش خصوصيات الجهات البعيده كي توزر وغيرها، حيث انها وافقت على اشياء تنجم ومن غدوه معناها تضرب اهل القطاع لهنا، وعلى ذاك علاش احنا تحركنا معناها جهويا وبلغنا وحبينا نبلغوا صوتنا للسيد الوالي. السلطة المحلية بدورها اجتمعت مع أصحاب القطاع لإيجاد الحلول الكفيلة للخروج من هذه الأزمة. اقترحنا عليهم كونهم يقدموا الطلبات نتاعهم في اللائحة، واللائحة هذيك يعني فهمني يقع استشارة الوزارة في شأنها، ثم يعني نحلوها على الوزارة بيدها لإعادة النظر ربما في بعض النقاط. في انتظار صدور كراس الشروط الذي يضبط نظام العمل بالمحطات، يبقى أصحاب سيارات الأجرة في انتظار قرارات أكثر واقعية تراعي فيها منظمة الأعراف والوزارة خصوصية الجهات الداخلية. تمكن أعوان حرس المرور بمدينة الهوارية بولاية نابل في الليلة الفاصلة بين يومي السبت والأحد الفريطين من إلقاء القبض على شاحنة خفيفة تنقل مواد غذائية مختلفة منتهية الصلاحية. وأثناء عملية التفتيش تم العثور على مواد غذائية أخرى معدة للتهريب إلى قطر مجاور، هذا وقد أعطى حاكم ناحية منزل تميم الإذن بإتلاف هذه المواد. عملنا اليومي الدوري قام الدوري 11 جوان الجاري من إيقاف شاحنة خفيفة محملة بمواد غذائية عادية قابلة للاستهلاك، وبتفتيشها تفتيش دقيق عثرنا على بضاعة مجهولة المصدر يعني مهربة. تم جلب الوسيلة والبضاعة لمقر الوحدة، وبتفتيشها تفتيش دقيق معمق تبين أن البضاعة المواد الغذائية غير صالحة للاستعمال. نقل فريق عمل تابع للإدارة الجهوية للصحة وهو الفريق المحلي بمعتمدية الهوارية للتثبت من صلاحية المنتوج، وثبت لدينا ضبط 3000 قطعة مواد غذائية مختلفة، البعض منها منتهي الصلاحية والبعض الآخر بدون تأشيرة قانونية، وبهارات وتوابل بها فطريات وبها دود. سوق جارة في جبس أحد الأسواق التقليدية التي تزخر بثروات الواحة، منتوجات تقليدية تعرض في هذا السوق الذي يشهد انتعاشة خلال هذا الشهر. يبقى سوق جارة للصناعات التقليدية بجبس من أبرز المحطات السياحية بهذه الولاية. منتوجات عديدة يتم بيعها بهذه السوق متأتية بالأساس من الواحة، وخاصة منها صناعة صعف النخيل التي تحذقها الكثير من الحرفيات. ثم وجه البلاد، فهمت؟ بيعوا في صناعة تقليدية المظلة والحنة والملوخية والبخور والمراوح. أي جاي من هني، هذه خصوصية بتاع البلاد، هني يخدموها في الديار وإحنا ناخذوها منهم ونخدموها ونبيعوها.
دولة كثيرية تويك المظلة والمروحة. الناس خاصة في السخانة هذه يشرب المظلة والمروحة. قلب النخلة فهمتني هذا كي تخدم يخرج منها المظلة، يخرج منها القوفة، يخرج منها المروحة، يخرج منها الحصيرة، يخرج منها السجادة متاع الجامع. عملت بجدنا في الواحة الكلها نجمو نخرج منها برشا حاجات الصناعة التقليدية. القفة التقليدية والمظلة من المنتجات التي يتزايد الإقبال عليها خلال هذه الفترة من السنة. من تونس باش نشري قفاف ومراوح، ديما نجي أنا بنت البلاد دونك ديما نجي لهنا نشري ونهزم خدمتي وألا الكليوناتي ولا هدايا ولا كل مرة كيفاه. العديد من التجار بهذه السوق يأملون في عودة الانتعاشة للقطاع السياحي، انتعاشة ستنعكس إيجابا على نشاطهم. تشهد الأحياء العتيقة في عدد من ولاية الجمهورية أجواء استثنائية في شهر رمضان، ومنطقة برج الراس بالمهدية تتميز بنكهة خاصة تفوح خلال هذا الشهر الكريم. هي شوارع الأحياء العتيقة بمنطقة برج الراس بالمهدية سويعات قليلة قبل أذان المغرب، أحياء تعيش في شهر رمضان على بقع حركية استثنائية. الوليدات يلعبوا في الشارع هكا، واحنا احنا بعد الخمسة وكذا مع الخمسة نجيو نبنكوا شوية ونقعدوا نمشيو نعملوا دورة على البحر، بعد نطلعوا على البرج بحر البرج وكذا نفرجوا في المدفع. نتشاوروا بعضنا شنو نطيبوا شنو نعملوا شنو نديروا ونقراوا القرآن مع بعضنا، نطلعوا على بعضنا، نعوموا مع بعضنا، كل شيء مع بعضنا. تجي البنقة تعمل لهم نوبة قدام الدار ويبداوا يشطحوا ويبداوا يزغرتوا ويبداوا عاملين جو. هو شكون يلم؟ يلم الكبير، كان راجل كبير يلم الجماعة، كان مرأة كبيرة تلم الناس كل. هذه الأزقة الضيقة المطلة على بيوت يملأها الحس العائلي والتآزر بين الجيران، بيوت تطرق لتفتح لكل زائر ومار. نسهروا في الليل حتى هون نسهروا، يطلع اللي عنده صحيحته وحدك في يعني ما نطلعش، اللي عنده صحيحته يطلع يعمل دوره في البلاد. كيف العشية كيما نخدم الطابونة وبالتالي نسوق الفطر وبالتالي نطلعوا للسهرة بعد الجامعة ونقعدوا. تحس أنك عايش رمضان عائلة واحدة. عادات وتقاليد كاد البعض يخالها اندثرت، لكنها ما زالت إلى اليوم راسخة في أذهان الكبار كما الصغار. فاش مشيت عام الساعه انت؟ انا مش نوصل صحافي لخالتي، خاطر خالتي عطات الصحافي لماما وانا مش نوصلهم لها. فما كان الانتيميتي، فما تكافل اجتماعي، فما تآزر، فما مازالوا العائلات يزوروا بعضهم، مازالوا معناها الكبار عندهم كلمتهم في العائله. نكهه رمضان في مثل هذه الاحياء العتيقه لها سحر خاص يدركها القاطن بها كما الزائر اليها، نكهه تلخص مدى تقارب القلوب بين الناس. ربما هي أصالة وعراقة هذا المكان التي تعكس تجذر هذه المفاهيم والقيم الإنسانية في سلوك أناس خبروا أن الحياة ألفة وتحابب. بهذا إذا نصل إلى ختام النشرة، وإليكم تذكيرا بأبرز عناوينها. في اليوم الأول من مناظرة النوفيام تراجع إقبال التلاميذ ومطالبة بإجبارية المناظرة. مسار التقاضي بطء في البت في القضايا وتعطيل لمصالح المواطن. رمضان في الأحياء العتيقة أجواء وعادات تجمع العائلات بروائح الزمن الجميلة. في الختام إليكم مني أجمل تحية، إلى اللقاء.